المذاكرة بتستفيد منها. أولاً أن تعرف قدر من تناظر، من تذاكر. وداخلين مش داخلين عشان نفطس في بعض، ولا داخلين علشان أبين أن أنا أعلم منك، لا، إحنا داخلين نستفيد. أقول مثلاً الموضوع الفلاني ماذا عندك فيه؟ يقول عندي كذا 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 كذا، خليني أنا مخالف له في الرأي. أقول طيب، ما هو أنت كيف تجيب عن الدليل الفلاني؟ يقول أجيب بكذا وكذا وكذا. أقول له طب ما في اعتراض هيرد عليك وهو كذا وكذا وكذا، ها؟ يبقى إيه؟ المذاكرة فتح باب الفائدة، والمناظرة حرمان من الفائدة. المناظرة داخل عشان أبين أنا أعلم منك وأنت بتفهمش، أنا اللي بفهم.